يا صباح الفل على كل مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال، واهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة. اولا انا بعتذر لكم عن عدم الظهور الاسبوع اللي فات لظروف معينة كده، بتغيير وحاجات كده يعني، فانا بعتذر لكم. النهاردة ان شاء الله هيكون معانا كذا فقرة كالمعتاد. النهاردة هيكون معانا اول حاجة طبعا بمناسبة ثورتنا المجيدة، ثورة 30 يونيو، هيكون معانا فقرة قصيرة كده هنستعرض فيها شوية حاجات. هيكون معانا دكتور احمد فوزي صبرا استشاري الصحة النفسية، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، هنتكلم على الفصام الزهامي. كمان هنتكلم على موضوع مهم جدا 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 امتدادا لموضوع قبل كده اتكلمنا فيه عن علاقة الانترنت بالاطفال. هنتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا وهي التيك توك، من خلال فقرة مفاجأة ليكم. خلينا الاول نتكلم على 30 يونيو. 30 يونيو ثورة أنقذت مصر. ثورة أنقذت مصر، بمعنى قبل 30 يونيو كانت مصر داخلة في نفق ضلمة، ما نعرفش احنا كنا رايحين فين ولا هنعمل ايه ولا النفق ده هيوصلنا لفين، ما كناش نعرف حاجة. بفضل ربنا سبحانه وتعالى وجيش مصر العظيم قدر يغير مسار تاريخ من مسار الله أعلم كان هيبقى ايه لمسار احنا شايفينه دلوقتي. انقذ مصر، الجيش المصري انقذ مصر من نفق مظلم جدا جدا جدا، اتحول من ظلمه كبيره جدا لنور كبير جدا. قبل الثوره كنا عايشين في تخبط، مشاكل لا حصر لها، فوضى، عد بقى مشاكل عندك، كهرباء، مشاكل عندك في المواصلات، مشاكل عندك في السرقه ونهب، مشاكل عندك في تعدي على اراضي زراعيه، مشاكل عندك في بنزين، مشاكل عندك في حاجات كتيره جدا جدا جدا. وصلنا لدرجه من الرجعيه غير عاديه في خلال سنه. 30 يونيو دخلت مصر حقبه تاريخيه جديده. الجيش المصري كالمعتاد يعني ان هو دايما بينصاع وبيقف بجانب الشعب، وقف معانا في خطوه مهمه جدا جدا جدا، وقدر يحول المسار، يحول المسار من ناس كانوا عايزين يدخلونا في نفق كنا هنمشي على نفس الضرب بتاع الدول اللي حوالينا، بقينا دلوقتي في مصاف دول بفضل الله يعني بفضل القياده الرشيده لبلدنا، بقينا حاجه يفتخر بيها. شوف المشاريع، وعلى فكره اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده ناس هتقول عليه تطبيل، ناس تقول عليه حاجه، لكن احنا بنتكلم من عين الواقع. في مشاريع اتعملت، في مشاريع اتعملت. تعالوا شوفوا شبكه الطرق دلوقتي شبكه يفتخر بيها على مستوى العالم. تعالوا شوفوا شبكه السكه الحديد بعد ما كانت متهالكه دلوقتي بيحصل فيها اصلاح شامل. تعالوا نشوف منظومة الإسكان، كام مدينة اتبنت، كام مدينة بتتبني. الأول كنا بنعاني مفيش سكن، الشباب كانت بتعاني، الشباب كانت بتعاني. تعالوا شوفوا دلوقتي في فائض في شقق الإسكان. تعالوا نشوف حاجات كتيرة جدا جدا. شبكات كهرباء اتبنت على أحدث ما يكون، دلوقتي من النادر تسمع حد بيقول لك الكهرباء قطع عندي. في مشاريع مهمة جدا جدا اتبنت، قناة السويس الجديدة، أنفاق قناة السويس، حاجات إنجازات حصلت في وقت لو قارناه بالوقت العادي فهو ده إعجاز يعني. عشان كده ثورة 30 يونيو دي تعتبر من العلامات الراسخة في التاريخ المصري. علامات راسخة في التاريخ المصري هي قدرت إن هي زي ما قلت في بداية كلامي إن هي تحول مسار. تحول مسار إزاي بقى؟ إن إحنا كنا تخيلوا إن إحنا كنا مكملين في نفس الطريق وإن الجيش او الثوره دي ما اتعملتش، كان بقالنا فين دلوقتي، او كنا وصلنا فين، او كان ايه اللي حصل لنا، او كان ايه اللي بيجرالنا دلوقتي. لذلك الناس لما نيجي بنتكلم الناس تتكلم من واقع ملموس، في حاجه معموله. احنا بنتكلم على حاجات معموله على ارض الواقع، احنا مش بنتكلم على حاجات مش موجوده ولا رسم خيال ولا احنا بنتكلم كده وخلاص مجامله ولا للحكومه ولا ما فيش الكلام ده. تعالوا شوفوا دلوقتي القاهرة الكبرى كانت قمة الازدحام اللي في الدنيا، تعالوا دلوقتي السيولة المرورية عاملة ازاي. انت ممكن تنام وتصحى تلاقي فيه كوبري اتعمل، دقة في التنفيذ، سرعة في الإجراءات، يعني مفيش بعد كده.
يعني لو في موسوعه جينيس تيجي تشوف هتلاقي كل المشاريع دي على فكره تدخل موسوعه جينيس. العاصمه الاداريه الجديده دي تعتبر تاريخ مصري جديد، هتنقل مصر من مكان هتودينا مكان تاني خالص. العاصمه الاداريه الجديده فيها من المقرات الحكوميه ومن الوحدات السكنيه ومن النوادي ومن المنتجعات ومن القاعات، حاجه دوله داخل دوله، دوله داخل دوله. دخلت دلوقتي داخلين في سباق مع الزمن ان هم يخلصوها في وقت معين، وان شاء الله هم قطعوا خطوه كبيره جدا 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 ان هي تنجز وان هي تخلص. لو قعدنا نعد هنعد حاجات كتير قوي 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 بصراحه. الجيش المصري كالمعتاد على مر التاريخ كان دايما دايما ليه وقفات تاريخيه مع الشعب المصري. هو دايما اللي بيعمل اشاره البدء، هو يشوف الناس عايزه ايه، الشعب عايز ايه وبيعمله. عمره ما جه على الشعب في حاجه. لذلك انت هتلاقي دلوقتي في الشعب المصري بقى شايف او شايف الجيش المصري ده بمنظور مختلف. الناس بقى عندها ثقافه، الناس بقى عندها وعي، الناس عندها شايفه اللي بيحصل قدامها على ارض الواقع ايه بالظبط، فما بقاش من السهل ان هي يندحك عليها. دلوقتي بس هنروح لتقرير سريع حول انجازات ثوره يونيو وهنرجع مع بعض تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نبدا تاني فقره من فقرات برنامجكم القهوه. امتدادا بقى للحلقه اللي فاتت كان معانا دكتور احمد فوزي صبره استشاري الصحه النفسيه وعلاج الادمان، اتكلمنا على الثانويه العامه وازاي الطلبه تتعامل مع الموقف ده في ظل الوضع الحالي للكورونا. امتدادا للسلسله بقى النهارده الدكتور احمد معانا، هنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا. ايه بقى؟ احنا برغم التقدم اللي الناس وصلت له والتكنولوجيا اللي الناس وصلت لها، لكن في عندنا عدم ادراك وعدم وعي لحاجه مهمه جدا. ايه بقى؟ ان مفيش ثقافه ان الواحد لو ذهنيا او نفسيا تعب شويه يروح لدكتور. لو الواحد تعب شويه، ضرس وجعني، هروح لدكتور جري. لو رجلي وجعتني هروح لدكتور جري. لكن لو حسيت ان انا مرهق وحاسس ان انا اقعد افضفض اقعد اتكلم، يعني العلاج النفسي زيه زي اي علاج تاني، يعني المرض النفسي زي اي حاجه بتصيبنا، صداع، عظام، اسنان، نظر، اي حاجه. فبالتالي ده احنا الثقافه دي مش موجوده عندنا. تيجي تقول لواحد طب ما احنا ممكن احجز لك بقى وتروح لدكتور، ايه يا عم؟ وانا مجنون؟ لا لا ما تقولش الكلام ده، وكان وصمه عار علينا. الموضوع مختلف، الموضوع ان هو المرض النفسي زيه زي اي مرض تاني. طيب ازاي اعرف نفسي اذا كنت انا تعبان ولا عندي حاجه نفسيه ولا محتاج علاج نفسي ولا لا؟ النهارده دكتور هنتكلم، اخترنا كده نتكلم وندردش مع بعض في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو الفصام الذهاني. ذهاني عشان الناس بتغلط، وانا كنت بغلط برضو في المصطلح ده. بدايه برحب بحضرتك يا دكتور، اهلا بيك معانا مره ثانيه. شرفتنا، الله يخليك يا دكتور. ايه بقى؟ طيب صباح الفل عليكم جميعا. صباح الفل. وربنا يحفظ الناس كلها، وما تخافش من الدكتور النفسي عشان هو مش بتاع مجانين. الناس واخده فكره كده، هو يقول لك اروح للعياده النفسيه يبقى انا مجنون، لا انا مش رايح خالص، وبعدين ما حدش يقول لي كده، ولو هتقول لي كده هزعل منك. بالظبط، يعني كانك بالظبط فعلا زي انت ما قلت ما شاء الله في المقدمه، وصمه عار. بالظبط. بس يعني بينما المقوله الصحيحه كلنا مرضى نفسيون ولكن باختلاف الدرجات. تمام. يعني لكل واحد فينا بعض المشكلات بتقابله في حياته. احيانا بتعرض لمواقف ضغطه جدا فيها حزن. ممكن تطول معايا شويه فادخل في مود اكتئابي. احيانا مش قادر اقابل الناس من كتر ما انا مضغوط فيبقى فيها ميل لعزله. كويس. احيانا ممكن بقى لا قدر الله اللي هي ادخل بقى في نوبات شديده مش هشوف حد خالص واقفل على نفسي واعتزلت الناس وقاعد في اوضتي دخلت في اكتئاب. واحد فرحان ودمه خفيف ولذيذ وبتاع نكت وهزار، وبص بقى اللي هو قعدته دي فظيعه، احنا بنحبه جدا كلنا. ونشيط وبتعمل كل شويه، بيعمل كل شويه مشروع. ده هوس. هوس. مريض إيه الهوس اللي بيضحك كتير ويهزر كتير ويتكلم كتير ويعمل مشاريع كتير ومندفع جدا ويهرج هايبر طول الوقت، بتلاقيه نشيط لدرجه غير طبيعيه، ممكن يقعد بالثلاث ايام صاحي. يعني ده يعني ده مش شخصيه طبيعيه؟ احنا بنشوفه حلو. لكن هو مش كده، هو هيدمر حاجات كتير عنده. اندفاعيته ممكن تخليه يعمل مشاريع كتيره وينجح. بس بعدها يعمل قرارات تانية كل ثروته تروح.
ده حقيقي. ممكن يحب واحده الصبح يتجوزها، موضوع منتهي، انا حبيتها هفهمك. انا بص انا عندي الحياه سلسه، هو بيعتبرها كده. انا الحياه سلسه، شفتها امبارح النهارده كانت مراتي، يا راجل خلصت الجوازه. طب وبعدين؟ زهقت منها طلقتها على جنبها. يعني دايما قراراته مش مبنيه على اسس. مندفع، مندفع صاروخ. اهو ده يعتبر مرض نفسي. لما اجي اتكلم عن شخص اللي هو بقى حبيبنا بتاع النهارده، شخص اختل توازنه العقلي كويس، او مراكز المخ مش ماشيه منتظم. طبعا احنا دايما كل تصرفاتنا عباره عن تلاؤم بمراكز المخ، كل كويس. مركز بيسلم اللي وراه، فنبدا نجمع كل انتباه وادراك وتركيز وذاكره. وانا بذاكر الاقي نفسي ما شاء الله بحفظ بسرعه، وانا بتكلم مع الناس عندي بقى تآزر بصري حركي، عامل اي كونتاكت تواصل بصري معاك وبتكلم، وايديا البادي لانجوج شغال. كل ده اسمه ايه؟ اسمه برنامج ذهني شغال بيرتب الجسم حركاته مع الكلمات، مع ترتيب الافكار، مع التركيز في الحوار. اهو التناغم اللي احنا بنتكلم عنه العقلي ده، لو لا قدر الله حصل فيه اي دروب، يبقى اسمه مرض الفصام الذهاني. يعني ايه الفصام الذهاني عشان نسهل اللفظ؟ بالظبط، يعني جزء من العقل انفصم عن الواقع وبقيه العقل شغال احسن مني. وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت الجزء ده لو جينا نتكلم مع الشخص في الجزء اللي فيه مشكله ده، هنا يبان بقى خلل تام. كويس. طب ولو كلمناه في اي حاجه تانية؟ هو انسان رائع. فحتى ده بيلخبط الناس، انه مش يعني هم دايما معتقدهم المرض العقلي ده مجنون، يبقى كل كلامه غلط، بيعمل تصرفات غلط، بيجري في الشارع. مش شرط، مش شرط خالص على فكره. ممكن يبقى طالب، ممكن يبقى شخص مخلص دراسته، ممكن يبقى رب اسره، ممكن تبقى ربة منزل، ممكن يبقى كذا، وشخص محترم جدا وكويس جدا، بس جاله خلل في المخ. يعني هو ممكن الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها ده، يعني ممكن يكون جاله تلف في الجزء ده. مش تلف، لان تلف دي خلايا المخ لو تتلف مفيش فيها تجديد، ما بتتجددش، يبقى انتهى الموضوع. لكن الفكره كلها هو عدم انتظام. كيمياء المخ مش ماشيه بشكل منتظم، بس تتعالج. بتتعالج بفضل الله. وفي بقى برضو حاجه تانية، في دكاتره يقولوا ده مرض مزمن، ما تحاولش، خلاص هو الموضوع منتهي. حتى احيانا كان زمان المستشفيات اللي هي بقى طبعا يقول لك دخلوا بقى الخنكه والعباسيه وماشي، كانوا بيسموها مستشفيات ايداع، انا هحط المريض واسيبه وامشي، مدى الحياه خلاص، خلاص خلص، لان مفيش علاج. دلوقتي الامر مختلف تماما. احنا عندنا ادويه بفضل الله قويه جدا، الدول الاوروبيه كلها شغاله بشكل علمي عالي جدا جدا جدا. المريض بيقعد فتره ياخد علاج نفسي وعلاج معرفي، ياخد سلسله هنتكلم عنها في انواع العلاج. المهم يعني المقصد من الكلام المريض يشفى. وهنا بقى بتبقى المفاجاه، ان ايه ده، يعني هو ممكن يرجع تاني طبيعي؟ طبعا. طب ممكن المريض ده يتكلم ويتجوز ويشتغل ويشوف حياته؟ جدا. احنا بنتكلم في شيء عرفنا مشكلته فين ونبدا نشتغل عليه، بس المشكله كلها هتشتغل علاج صح. كويس. طيب اللي بيتكلم يا دكتور ويقول لك انا دايما لو دخلت في مود ما بخرجش منه، او بيلاقي صعوبه، حصلت مثلا حد عزيز عليه توفى، داخل في علاقة وفشلت، داخل في مشروع وخسر. في ناس ما عندهاش المقدرة ان هي تخرج من المود ده، هل الناس دي اكثر عرضة للفصام؟ طبعا. جميل قوي السؤال ده. ايه اللي يخليني، او ايه الاسباب اللي ممكن تجيب لي الفصام؟ يعني انا شخص طبيعي دلوقتي والحمد لله وسوي وناجح والدنيا ماشية معايا كويس جدا. طيب ممكن فجأة تحول لفصام؟ هي كلمة فجأة لا، بس انت بالنسبة لك انت او بالنسبة للأسرة هيبقى فجأة. كده كويس. لكن بالنسبه لنا احنا كدكاتره وعارفين القصه كلها من الاول، لا. ليه بقى؟ رقم واحد، ان من اهم الاسباب اللي ممكن تخلي الواحد يحصل له اضطراب الفصام انه يكون عنده جينات وراثيه. جينات وراثيه، يعني هيلاقي في شجره العيله، عشان يقول لك لا الحمد لله عيلتنا كلها زي الفل. اصبر بس، مستعجل ليه؟ تقيل جاي. انت تعرف جدك واخوه وعمه وجدتك واختها وولاد اختها وقرايبهم، حد فيهم كان مصاب بمرض؟ طبعا ولا اعرف، ما اعرفش، انا ما شفتهمش اساسا. صحيح. طيب الاهم منهم، ولو شفتهم، قد يصاب احد افراد العيله بالمرض وهم شايفينه مش مرض. ده عايزين نبقى نحكي عنها شويه. ليه بقى؟ شايفينه مشكله مس سحر، معمول له عمل، طلع نبيع الشيخ، فبالتالي ما حدش في باله ان ده مرض نفسي، ولا حتى في العيله كلها بيتكلموا انه في مرض نفسي. هو شخصوا ان هو الراجل ده ملبوس وخلاص. والشيخ هيجي يقرا عليه والموضوع انتهى وربنا يفكه يا رب حاله وبتاع. بس. طب تمام، لينا بقى حوار في قصه مس وسحر والفرق بينه وبين الفصام، ده قصه ثانيه.
طيب ممكن يكون في شجرة العيلة حد ومكسوف يقول، ودي كانت بتحصل كتير زمان، يعني كانوا بيحبسوا اللي يجيله المرض ده في العيلة، حتى خصوصا لو في الصعيد أو في الكلام دوت. يعني أعرف حالة جات لي كانت اتثابت في أوضة 8 سنوات ما خرجوهاش. 8 سنين في أوضة؟ محبوسة ما بتخرجش، وكان وعاش تاكل وتشرب بس، يعني هم بيدخلوا لها الأكل هي ما بتخرجش بره باب الأوضة. يا ساتر. هم شايفين إن حالتها صعبة جدا وعيب الناس تشوفها بالصورة دي، ودي بنت أو ست يعني، فما ست هي كانت متجوزة وخلفت بس بعد كده حصل مرض فزوجها انفصل وسابها بقى عند أهلها، أهلها حطوها في أوضة 8 سنين قفلوا عليه إلى أن سمعوا إن ممكن تخف، هم مش مصدقين طبعا. ولحد ما جم العيادة وقعدنا واتكلمنا وبدأنا نشرح المرض ونشرح تفاصيله، يا جماعة ليه دوت يعني هترجع أحسن من الأول. معقولة هو اللي بيروح بيرجع؟ هم بيقولوا كده يعني، معقولة العقل بيروح بيرجع؟ قلت له طبعا هيرجع، بفضل الله خفت تماما 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 ومتعافية، ويعني سبحان الله كأن إنسان، ودي بتبقى من النعم بقى اللي راحت منه الحياة ورجعت له، بتبقى فرحته بالحياة أشد من الإنسان الطبيعي. بس هي تلاقي يا دكتور برضو كان الحالة دي كان عندها قابلية أو في مقومات تخليها ترجع تاني. بص أي مريض إذا أخذ علاج سليم يشفى. ولو الحالة بسيطة وأهملت أو تعاملوا معها غلط تتفاقم. وخد بالك المرض ده بالذات بيبدأ فصام بسيط أعراض خفيفة، عايزين بقى نحكي عن أعراضه، ثم فصام متوسط، ثم فصام شديد، ثم هلاوس، ثم ضلالات أصوات، بكلم الناس، بسمع حاجات، بشم روائح مش موجودة، الحواس الخمسة بتضطرب، العين تشوف حاجات، أشخاص وكلمهم أنا شايفهم قدامي، الأذن بتسمعهم بيكلموها تمام، شمم روائح مش موجودة أصلا أساسا، اللمس ودي مهمة جدا، ايوه بشعر بحد بيلمس جسمي، ودي بتيجي عند بعض النساء لما تقول لك مثلا ده انا بحس بحد لمسني وانا نايمة وقايمة الاقي ما فيش حد، تقول لك وهم على طول بيفسروا ايه هذا مس عشق. خد بالك الناس عشان تبقى عارفة انا معايا دبلومة شريعة. يعني انا في الناحية الدينية بفضل الله واشتغلت 10 سنين لله في علاج المس والسحر، يعني انا بفهم في القصة دي كويس جدا واعرف افرق بين الاثنين. عشان بس يبقى فيه لخبطه، يعني دي تشخص على اساس ان هي حاجه نفسيه، مش هي نفسيه جدا بس انا عشان برضو بوضح انا مش ضد المس والسحر، بالعكس انا مؤمن بيهم تماما وموجودين، بس ليهم علامات مختلفه تماما، المرض مرض والمس ذكر في القران والسحر ذكر في القران فلا خلاف عليهم، ده موجود وده موجود، عشان في بعض الاطباء او كده بيرفضوا مبدا يعني ما فيش حاجه اسمها سحر، بس ده بيبقى ليه دلالات وده ليه دلالات ودي دلالات مختلفه ما نشبهش الدنيا وندخلها ببعض. حلو قوي. فهي بتلاقي عندها فجاه اضطراب في مركز اللمس فتبقى حاسه بتلامس. احيانا الامر يكبر تقول لك انا حاسه بجماع. ده حقيقي. او انا حاسه وهو يقول لك بقى هنا ده بص ده بيعشقها بقى هنا بقى في ايه مارد بقى مش عايز يخرج بقى. المارد ابن الايه ده ماسك فيها مش هيسيبها. وده مس عشق لازم نتصرف فيه، ده بيعشقها مش طبيعي، وربنا يوفقه بقى. يعني هي ورزقها يطلع بقى من النوع اللي بيضرب، من النوع اللي هيحميها بميه متلجه في عز، هيعمل فيها عمايل ما شافتهاش في حياتها، هي ورزقها، وبيبقى صعب. ليه؟ لان في النهايه انا بتمنى اشفى، فمشفى بمشي في الخط اللي بيتقال لي بدون تفكير. طب لو انا عارفه من الاول ان ده مرض وانه له علاج وان دي مشكله، ان في اضطراب في المخ اثر على مراكز الاحساس والتلامس كويس، فبقى بيجي لي شعور ملخبط زي بالظبط العين، العين بتشوف الصور ازاي؟ عشان بيحصل اضطراب في مراكز العين، فحدقة العين لما بتكبر بتشوف الحاجة اللي لو ثابتة بتتحرك. بالظبط. لما كنا بنقول للولاد اللي بيشربوا مخدرات زمان كده كان في كلمة الصراصير. هي عبارة موجودة بس اختفى، يعني في حاجات تانية. انما بتكلم كانت عبارة عن ايه؟ هو لما بياخد المخدر بيوسع حدقة العين، فحدقة العين لما توسع لما يشوف النقطة السوداء، أي نقطة سوداء في الأرض يشوفها حاجة بتجري. فطبعا هو على طول بيفتكروا ايه؟ صرصار. فمن هنا جت كلمه صراصير، انه يشرب يلاقي صراصير. طب هي بتجي لك فيكم على الشرب. ومن هي بقى بتبقى اضطرابات الهلاوس والضلالات. حلو. ويبدا المريض يشك في كل الناس اللي حواليه اللي ما ينفعش يشك فيهم، ودي مهمه قوي. ما ينفعش اكون متجوز ست محترمه فاضله 20 سنه ما عملتش غلطه وفجاه اقول لها يا خاينه. وايه بقى؟ مش بيشك. ده متأكد. اللي هو انت لما تقعد معاه يعني مش ممكن، مفيش. اصل انت برضو كواحد عادي وبيسمع زوج بيتكلم عن زوجته هتصدقه وبيقول لك ايه انا مش شاكك انا متأكد بتخني. الكلام ده حصل، يعني كان بيجي لنا كتير كده، راجل بيقول لي انا مراتي بتخني وبيعيط، فانت تظنه في اول الكلام ايه؟ مكتئب. ده عشان طبعا واحد اكتشف خيانة مراته فبيعيط طبيعي.
فلما تيجي تتكلم معاه في وسط الكلام فبتقول له وانت مستحمل؟ يعني بحاول بقى اخليه يطلع. اه قال لي انا مستحمل بقالي 20 سنه. فانا لا استنى بس استنى، راجل كبير يعني. قلت له يعني انت عارف انها بتخونك من 20 سنه؟ فدي أيوة. بقى وقفتني انا. أيوة. الكلام خرج بره الكلام المنطقي. اه بتخوني بقالها 20 سنه. طب انت إيه؟ مستحمل ليه انها بتخونك بقالها 20 سنه؟ قلت له طب هي خانتك وخلاص ويعني بس مش قادر تنسى؟ قال لي لا بتخوني باستمرار يعني هي ما زالت. اه وانت مستحمل. لا هنا الكلام بقى، تعالى سيبك من الكتاب خالص بقى. في حاجه تانية بقى كده. ايه القصه؟ انا عارف بتخوني مع مين، بيحدد، وبتخوني مع جارنا اللي تحتينا، وبدا يشرح خيانه، وانا بروح شغلي من هنا وهي تخلي الجار يطلع لها وبيحكي بقى تفاصيل. اهو ده الراجل فاهم كل حاجه كويس جدا وعنده يقين ومتاكد ويعني الموضوع فظيع. قلت له طيب يعني مجرد استئذان، هل ممكن ان الزوجه اللي بتخونك دي تيجي هنا ونتكلم معاها؟ قال لي اه تيجي. قلت الحمد لله جت الزوجه. انا محتاج بقى لازم ايه عشان افهم المريض ده بالذات، ما ينفعش تاخد بكلامه هو بس. حلو. اول ما جت الزوجه ادتنا القنبله. ايه بقى؟ ان بيتهم من دور واحد وان ما لهمش جيران اصلا، وان دي حاجه هو بيقولها طول عمره ويتهمها ويتخانق معاها ويزعق معاها ويقعد يعيط احيانا لوحده على انه معتقد ان في حد تحت وان الحد ده بيطلع. حد مين؟ ما فيش حد، احنا بيتنا ما فيهوش حد. قلت لي احنا بيت مقفول ما فيهوش حد. على طول الحاله كانت ايه؟ ايه؟ راجل عنده ضلالات فكريه، وصل يعني لمرحله متاخره ضله طبعا. وهلاوس وبيتخيل اشياء مش موجوده وبيتخيل خيانات، وبعدين بيقعد يا عيني يتاثر بالحاله دي لوحده وهو فعلا مكتئب نتيجه الحاله دي. ومهما دي بقى مشكله مرض الفصام بقى، مهما تحاول تقنع المريض مش بيقتنع. ومن هنا بيجي بقى فرصه يعني نفهم المشاهدين حته مهمه قوي، ايه الفرق بين المرض النفسي وبين المرض العقلي؟ المرض النفسي اللي انا لسه قايل عليه في اول الحلقه، ان انا قلقان، انا موسوس، انا اي حاجه من دول، مكتئب، اي كلام يعني اي واحده من دول، انا هبقى عارف ان انا كده. يعني انا تعبان من افكاري، بفكر كتير ليل نهار ما بنامش، بنسى قلوق، فانا عارف اني قلوق. فلما تيجي تقول لي تعالى تعالج يا سيدي يا ريت. هتعرف تعالجني؟ اه هعرف. خلاص مالكش، انا جاي لك. ويجي ويقعد ويستنى بالخمس ساعات. ليه؟ عشان عايز يتعالج ويخف، وبياخد دواء منتظم. تعالى على مريض اكتئاب، على مريض وسواس، على مريض كل ده تمام. تعالى بقى على حبيبي بقى، بتاع حبيبي ده الفصامي ده الجميل. ايه بقى؟ انت عندك مشكله ومحتاج تتعالج. يقول لك ده انت اللي عندك مشكله اصلا. انا كلمني انا. انت قاعد اي انا شايف ان انا كدكتور عندك مشكله، وانا شايف ان انت كدكتور عندك مشكله. بيرد عليك كده. انا شايف ان انا مش مريض اصلا. فتبدا تتكلم معاه، طب احنا ممكن نديك دواء وتمشي عليه؟ انا بقول لك مش عيان، هتديني دواء؟ طبعا عمره ما هيمشي على دواء. طبعا يبقى لا هياخد دواء ولا هيرضى يعترف بمرضه. ودي مشكله المرض العقلي، ان لو الاسره اكتشفت، وده طبعا بيبقى برضه لو الاسره ما عندهاش معلومات بيبقى بصعوبه، بس فرضا هم سمعوا حلقه، فرضا هم سالوا حد، فرضا حصل تصرف كان قوي جدا ما ينفعش بقى يعملوا انكار، لان دايما بيبقى في حته دينايل في الاول كده. ابننا كويس بس هو متضايق، كويس بس مثلا. طب اول ما يبان بقى عمل تصرف ما ينفعش يتعمل، ولو قدام ناس بقى اكبر، المرض بيعلى. لو قلنا المرض ما بيقفش، كل يوم هيزيد. طب احنا مقتنعين انه مريض بس هو مش يعني مش عايز، نعمل ايه؟ تبدا بقى فكره اهو ده الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي. حلو، اتفضل نوقف. حبيبي عملنا النهارده مقدمه كده بسيطه، هنتكلم المره الجايه عن ايه؟ امتدادا للموضوع ده. تمام، احنا وقفنا كده، احنا عرفنا الفرق ما بين المرض النفسي والعقلي. تمام، كله تمام كده؟ انتوا بنحاول نفهمكم مكملين معانا ولا الدنيا تاهت؟ عشان انا بس يعني بحاول اركز مع الدكتور يعني. حبيبي، المره الجايه ان شاء الله. كانت حلقه سريعه النهارده وفقره سريعه جدا مع الدكتور احمد، على وعد ان شاء الله باللقاء حلقه قادمه، وامتدادا للسلسله اللي احنا بداناها ان شاء الله. وشرفتنا يا دكتور. حبيبي والله شرفتنا يا دكتور. ميرسي جدا حبيبي. هنطلع فاصل ونرجع لكم عشان نكمل فقرتنا الثالثه ان شاء الله، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نبدا فقرتنا الثالثه. بصوا، هنتكلم يعني بشكل سريع عن حاجه مهمه جدا. احنا اتكلمنا في الاول، لو تفتكروا اتكلمنا مع بعض على حاجه علاقه الاطفال بالانترنت والتكنولوجيا. امتدادا النهارده احنا هنتكلم على حاجه، في حاجه اسمها تيك توك،
اكيد الدنيا كلها عارفاها. تيك توك ده تطبيق تقريبا ما فيش تليفون بيخلى منه، كبير صغير طفل راجل بنت ست اي حد. ظهرت من خلاله مساوئ كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا وقضايا وناس عملت وناس سوت، وكانت ليه اضرار كبيرة جدا. لكن زي ما خدنا الاضرار لازم ناخد حاجة كويسة. النهاردة معانا موهبة، مش موهبة واحدة، هما ثلاث مواهب. انتوا معايا؟ هنتكلم النهاردة عن موهبة. انا كنت في الاول متخيل كده ان يكون مثلا حد مثلا عندهم في العيلة فنان، والدهم مثلا كده يعني ليه في الفن، والدتهم، لكن اتضح ان الاب والام تابعين للجيش الابيض، دكاترة. والله صح؟ طيب نتكلم كده مع بعض. قولوا لي، عرفيني بقى اسمك ايه؟ ريم اشرف. حلا. حلا؟ ماشي. ريناد. شرفتونا. ايه الحلاوه دي؟ عندك كام سنه؟ 9. 4. ماشي، يعني 4؟ انا عندي 7 سنين. انت عندك 7 سنين؟ طب انت قاعده في النص ليه؟ الا وانت ماسكه المايك ليه في ايدك يعني؟ قولي لي. طيب ايه موضوع التيك توك بقى؟ يعني انتوا حاجه كده ظهرت معاكم من زمان كده وانتوا صغيرين، ولا اكتشفتوا بقى لما اتفرجتوا على الناس اللي بتعمل برامج وفيديوهات وبتاع فقلتوا نعمل بقى وظهرت القصه بالنسبه لكم؟ يعني احنا كنا بنتفرج على التيك توك ولقينا انها حاجه فاني وجميله واحنا حبيناها كويس وكده، فحبينا ان احنا كمان نعمل تيك توك. ماشي. احنا يعني اول حاجه احنا لقينا الناس بتعمل تيك توك فقلنا ايه يعني لما نعمل، وعملنا فعلا طلعت حاجه حلوه. واحنا بنحب الشهره. كده تحب الشهرة. انتوا نفسكم تطلعوا ايه؟ انا نفسي اطلع، يعني انا بشوف كده ناس بتعمل رقصات فانا بحبها فبقلدهم يعني. كويس. ايه انت نفسك تطلع ايه؟ انا نفسي قولي بقى انت عايزه تطلعي ايه؟ عايزه ولا انت مش عايزه تطلعي؟ انت عايزه تقعدي في البيت. انت عايزه تقعدي في البيت؟ لا. امال عايزه تروحي فين؟ طيب قولي لي. انا عايزه اطلع برضو زي ريم. بحب الحاجات دي برضو، بحب ان انا اعمل رقصات زيها. وكده. طيب انتوا بابا وماما في البيت لما شافوا الموهبه يعني ان انتوا بتحبوا تعملوا فيديوهات او بتقلدوا او بتعملوا حاجه، شجعوكم على حاجه زي كده ولا ايه؟ بيشجعونا قوي. يعني مثلا بابا بيقول لك ايه؟ ماما بتقول لك ايه؟ ايوه ساعات بتقول لنا على التيك توك وكده، واحنا فعلا بنعمل وساعات بنشير. بس يعني. طيب انت حاطه المايك تحت كده ليه؟ مخبيه؟ انت هتاخديه معاكي وانت مروحه؟ لا. طب امسكيه بقى كده في ايدك. ايوه يلا اتكلمي بقى. بابا بيقول لك ايه؟ بابا بيقول لي ايه؟ ايوه. لما لقاكي كده بتعملي حاجات حلوه على التيك توك وشافك اموره كده وجميله. حلو. ساعات بتعمل تيك توك معانا وبتبقى حلو برضو. برضو. مين فيكم اول واحد بدا موضوع التيك توك؟ انا وريم. انا ورودي. عشان لقينا الموضوع فاني وحبيناه. طيب هقول لكم على حاجه حلوه قوي، في مفاجاه لذيذه. هما كانوا عاملين فيديو كده تمام، فاحنا خدناه في الخباثه منهم وقلنا نعرضه ونشوف رايكم معانا ايه. نروح نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني على طول. صباح الخير. انا صحيت اهو. عادي اهو، يوم لذيذ اهو. رمضان؟ ماله رمضان؟ كريم اهو. عادي جانا اهو. طبيعي افرح لابو. مين ده اللي لوحده؟ ما فانوسي معايا. عادي 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 اهو.
عادي 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 ما انا عادي اهو بعمل فطار طلعت الوصفه واقف بعملها اهو رز بسمتي اهو ورز عادي اهو وحرقت الفرخه اهو 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 والفانتينالا اهو بعد الفطاره لابس وخارج اهو اوبا خلاص مش خارج اهو بطلب دليفري اهو مبروني حبيبي عادي 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 اهو عادي 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 ما انا عادي اهو واجواء رمضان مسلسلات وكنافه طيب رجعنا مع بعض تاني من خلال الفيديو ده اللي احنا شفناه. انا بس عايز اوجه رسالة اي حد شايف في نفسه موهبة، اي حد شايف في نفسه حاجة مختلفة، اي حد شايف ان هو شايف في نفسه حاجة كويسة موهبة تتشاف من خلال برنامجنا، ومن خلالنا ان شاء الله هنقدر نكتشفها معاه ونظهر مع بعض. الارقام الواضحة على الشاشة هيتم التواصل من خلالها. قولوا لي بقى شكل سريع، انتوا الفيديو ده عملتوه ازاي بقى؟ الفكره جت منين؟ يلا قول بسرعه. يعني انا فكرت فيه ولقيت يعني احمد حلمي عمله كده، فقلت ليه ما قلتش او اجرب اعمله. ريم بتجيب افكار حلوه جدا وبتعملها وبتبقى فاني قوي. مين اللي بيجيب الفكره ومين اللي بينفذ بقى؟ انا بجيب الفكره وبعدين بنفذ، وساعات باخد راي ماما ورودي وبابا وكده. كمان بحب امثل قوي وبحب اعمل تيك توك. طيب انت شغلتك على المدفع ايه بقى لما هم بيعملوا كل حاجه؟ بتغلس عليهم بس؟ طيب شرفتونا. بفقره التيك توك نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، على وعد ان شاء الله بلقاء يوم الخميس الجاي وبرنامجكم القهوه. السلام عليكم.